من موجز الأخبار ننتقل إلى أبرز الصحف والمواقع الإلكترونية التي صدرت في تاريخ اليوم. البداية مع صحيفة نداء الوطن وعنوانات سيناريو متداول دبلوماسيا عن الحرب المقبلة. أبلغ مسؤول كبير في دولة عظمى إلى زواره أخيرا أن المعطيات التي يملكها حيال الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وخصوصا في قطاع غزة وجنوب لبنان لا تطمئن، إذ عمليا بات هناك صعوبة كبيرة أو استحالة لإقامة دولة فلسطينية. هذا المسؤول الكبير نفسه كان تحدث أمام دبلوماسيين منذ أشهر في أولى مراحل الهجوم الإسرائيلي على غزة إثر عملية طوفان الأقصى، ملمحا إلى أن إسرائيل لن تتراجع عن مخطط تهجير فلسطيني غزة إلى سيناء في مصر أو إلى أي منطقة أو دولة أخرى، لافتا إلى أن الأزمة الاقتصادية التي تمر فيها مصر قد تدفعها إلى تسويات ما أو تسهيلات من تحت الطاولة، أو أن إسرائيل بالضغط العسكري والحصار والتجويع ستدفع الفلسطينيين إلى اقتحام معبر رفح في اتجاه مصر حتى لو عرضت القاهرة ذلك. هذه الوقائع غير منفصلة عن الوضع في لبنان وتحديدا في الجنوب، إذ أن حزب الله يربط توقف الحرب مع إسرائيل بتوقف الحرب في غزة. ولفت المسؤول نفسه إلى خطورة الأوضاع ودقتها في جنوب لبنان، وإذ تقاطعت المعلومات التي وصلت إليه مع ما نقله سياسيون لبنانيون لجهة أن المعطيات من رئيس مجلس النواب نبيه بري وأجواء حزب الله تفيد أن الحزب لا يريد توسيع الحرب، إلا أن هذا لا يكفي تجاه ما تخطط له إسرائيل. من نداء الوطن ننتقل إلى موقع ليبانون 24. اتصالات رسمية تحضيرا للرد على الورقة الفرنسية لحوار في المدى المنظور وتشكيك بنيات باسيل الحوارية. ألغي المؤتمر الفرنسي لدعم الجيش في باريس في 28 من الجاري، إلى أن ملف لبنان بشقيه السياسي والأمني سيحضر في لقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني غدا الثلاثاء في زيارة يقوم بها الأخير إلى باريس ليومين. ومع ذلك لا يبدو أن المواقف متقاربة بين باريس والدوحة حيال الملف الرئاسي وكيفية إنهاء الفراغ في سدة الرئاسة، خاصة وأن مصادر دبلوماسية كانت تحدثت في أوقات سابقة عن تباين في الرؤى لجهة مقاربة الحلول للشأن الرئاسي. وعلى الخط الرئاسي فأن لا جديد يعول عليه محليا يمكن أن يحدث خرقا، وما يحصل لجهة البناء على تصريحات بعض القيادات السياسية يعطى أكبر من حجمه، خاصة عندما يتم ربط القبول بالحوار بشروط تكاد تطيح به. وهنا تقول أوساط سياسية أن رئيس مجلس النواب نبيه بري مستعد لإعادة تفعيل دعوته للحوار متى لمس قبولا وتأييدا من المكونات السياسية كافة. ومع ذلك تشكك أوساط سياسية بما أعلنه رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في شأن الحوار مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، معتبرة أن الشياطين تكمن في التفاصيل، خاصة وأن باسيل لا يزال على موقفه الرافض لانتخاب رئيس تيار المرضى سليمان فرنجي أو قائد الجيش جوزيف عون، ومن الخطأ رهانه على تبدل في موقف بري من ترشيح فرنجي. نختم مع موقع ليبانون فايلز. مبادرة الاعتدال الوطني الرئاسية إيران جزء أساسي من التسوية. مخطئ من يعتقد أن التقارب السعودي الإيراني في لبنان مجرد فكرة لا يمكن ترجمتها على أرض الواقع أو صورة فلكلورية بين السفيرين وليد البخاري ومجتبى أماني في خيمة اليرزي. فالمطلع على كواليس اللقاءات البعيدة من الإعلام بين السفارتين يدرك أن طهران والرياض في مسعى دائم لفرض الحل الرئاسي في الربع ساعة الأخيرة، ولديهما القدرة على هذا الأمر طالما أن قدرتهما على التحكم بالشارعين الرئيسيين في لبنان لا زالت قائمة. منذ أكثر من شهرين يعمل تكتل الاعتدال الوطني الذي يضم خلطة نواب ظاهرها قريب من تيار المستقبل وباطنها من مشارب سياسية متنوعة على صياغة مبادرة ينطلق جوهرها من التقارب الإيراني السعودي بهدف إسقاطه على المعادلة الرئاسية اللبنانية. في بداية النقاش بين أعضاء التكتل كان هناك إجماع على ضرورة إطلاع الرئيس بري على الأفكار التي تم عرضها، وكانت الانطلاقة من عين التين التي رحبت بمبادرة التكتل، لا سيما وأنه أصر على ضرورة أن ينطلق الحوار بين الكتل من مبدأ الأخذ بعين الاعتبار التغييرات التي طرأت على المنطقة، ولا سيما الشق المتعلق بإيران وأهمية دورها في هذا الاستحقاق. يتولى التكتل مهمة تدوير الزوايا والحوار مع الكتل النيابية المعترضة وعلى رأسها حزبي القوات اللبنانية والكتائب، فيما أكد بري أمامه أن الحوار مع الثنائي ومؤيديه مفتوح شرط قبول الطرف الآخر بهذه المبادرة.